يشرفني الحضور إلى هذا الحفل التكريمي حيث كرمتني مدرسة نيوغيت روبوت. أشكر مجهوداتها في تعليمنا وكذلك لجعلي بطلة هنا في العالم وفي الجزائر. شاركنا وتحصلنا على الفضية، ما حالفناش الحظ باش نتحصلوا على المرتبة الأولى كما العام السابق، لأن المنافسة كانت أكبر وأكثر وكانت المنافسة شديدة. تحصلنا على المرتبة الثانية. كان البروجي عبارة عن مستشفى ذكي للطفل. الحمد لله، اليوم الشرف لي اني نتواجد مع كبار اللي تحصلوا على ميداليات كبيره فضيه وذهبيه، وبفضل الوالديه والعائله تاعي وبفضل المدرسه هذه تحصلت على المرتبه الثالثه بميداليه برونزيه. منهاج كوريا الجنوبيه اللي درس من 6 سنوات ل 17 سنه، المنهاج راه لسنه كامله، مش قال الطفل يقرا مده مثلا شهر او شهرين، يقرا مده سنه وبعدين ينتقل من مرحله لمرحله، من مستوى لمستوى، وكل مستوى مدروس حسب عقل الطفل عن طريق احنا اللعب. هو الطفل يحس على انه يلعب، لكن في نفس الوقت راه يهز في معلومات، راه يتعلم في معادلات رياضيه، راه يتعلم في منهجيه تاع تعليم متكامله ان شاء الله.